جيت أنا توجه لهنا الباستور وبرسق وعين تونجا والبلايس هذوما كلهم ودقه، ان شاء الله ماشيين هالزياره هذه بالاخص باش نشوفوا المنتوج الموجود هنا في الجهه هذه. الجهه هذه تتميز بالمنتوج تاع السياحه الايكولوجيه، السياحه الثقافيه، السياحه الفلاحيه، السياحه البديله. فما صناعه تقليديه معروفه في جهه تستور، معناها صناعه الجبه. فما الاكله الخاصه بالجهه، معناها برودوي تيروار اللي هم مهم جدا يجوب تعريفيه، وهذه مناسبه ودعوه للتوانسه باش يكتشفوا معناها جهات بلادهم، باش يكتشفوا ولايه باجه، باش يكتشفوا تستور، باش يكتشفوا بورصه، باش يكتشفوا دقه. احنا الاستراتيجي نتاعنا هو نخدموا على السياحه الداخليه بطبيعه الحال، ما هي السياحه الداخليه باش تكون اللي هي في وقت الازمات نعملوا عليها، لا نحبوا زيها، هو مخطط استراتيجي. عندنا تحسن في مستوى العائدات السياحيه، ارتفاع ب 7% في العائدات السياحيه، عندنا ارتفاع في الوافدين لتونس ب 2.5%، عندنا ارتفاع في الليل المقضات قرابه 20% مقارنه بنفس الفتره من السنه الفارطه. هذه مؤشرة طيبه، وصلنا للمستوى هذا بفضل اول حاجه هو تحسن الوضع الصحي. بطبيعه الحال احنا حتى ولو تحسن الوضع الصحي والوضع المالي، اليقظه يلزم تكون موجوده في تونس. يلزم معناها عندنا بروتوكول صحي للسياحه التونسيه اللي تم اعداده من سنه 2020، يلزم نواصلوا في التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي. واحنا اداره السياحه والديوان الوطني للسياحه يقوم بمراقبه على البروتوكول الصحي هذا. من اي من بين المستلزمات البروتوكول الصحي هو توفير معناها غرفه نتاع عزل.